هي جملة من المشاريع ذات البعد التنموي استفادت منها بلدية برج الحواس بولاية جانات، تدخل ضمن تحسين الإطار المعيشي للمواطن، منها تدشين مركزا صحيا مجهزا بمنطقة إهرير السياحية يساهم في علاج المرضى في هذه المنطقة إلى جانب مشاريع أخرى. كما تميز المسار التنموي ببرج الحواس في إيصال شبكة غاز المدينة، وذلك باستفادة أزيد من 514 عائلة، حيث تنفس السكان الصعداء لهذا المشروع الهام. جانا غالي غاز الغدير إن شاء الله ماشي تشوفوا أن العزلة تقلت. كنا بالغاز نعانوا بالقرعة، وكما قال الحال تجي للصاصي وخطرات تلقاه فارغ، يعني تقعد مدة هكاك خطرات طيب بالحطب، ودرك الحمد لله. سيستفيد في هذا المشروع أكثر من 514 عائلة من الغاز المدينة، والذي جسد فيه أيضا في إطار هذا المشروع أكثر من 21 كيلومتر من شبكة التوزيع. الأفاق واعدة بالنسبة لهذه البلدية التي أيضا عينا فيها، وطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم 3 وإهرير على مسافة 15 كيلومتر، وأيضا الذي يفوق غلافه المالي 9 ملايير سنتيم. وما زالت البرامج التنموية المحلية في طريقها نحو الإنجاز في هذه البلدية.